تعال نروح لجامعة السويس. في عندنا تقرير حلو جدا عن إيه بقى؟ جامعة السويس استضافت النهاردة ممثلي مؤسسة حياة كريمة في ندوة توعوية طلابية لتعزيز جهود العمل التطوعي. فاكرين احنا امبارح كنا بنتكلم على جامعة طنطا؟ عندنا واحدة في جامعة السويس بقى. العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ندوات بتعقدها المؤسسة، مؤسسة حياة كريمة، علشان نشر ثقافة العمل التطوعي لشباب الجامعة، التعريف بالجهد التنموي اللي بيقوم بيه الشباب بالتحديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. نستضيف النهاردة المبادرة، وهي مبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019، وبدأت الفعاليات بتاعتها على طول عن طريق التنفيذيين. فبنشكر النهاردة التنظيم والمركزية لمبادرة حياة كريمة إن هي زارتنا النهاردة في جامعة السويس. مبادرة حياة كريمة مبادرة ممتازة جدا. المبادرة دي ليست فقط النهوض بمجال معين، ولكن فيها النهوض بكافة المجالات، سواء المسكن اللي بيعيش فيه الناس الأكثر احتياجا وفي القرى والريف المصري، أو تعليمهم أو الناحية الطبية بتاعتهم. فمبادرة حياة كريمة طبعا لها مجالات كتيرة، سواء كان في المجالات الطبية أو مجالات تعليمية أو مجالات رفع كفاءة المباني، وأيضا بناء مساكن جديدة، بناء شبكات صرف صحي جديدة، بناء شبكة مية، شبكة كهرباء، يعني بمعنى أصح وجود بنية تحتية جديدة يعيشها المواطن المصري الأكثر احتياجا في الريف والقرى زيه زي بقية المدن إن شاء الله. بصفة عامة الخدمات المباشرة بنقدمها للناس هي زي يعني كذا حاجة، أنشطة متنوعة وحاجات متنوعة بنقدمها زي قوافل طبية مثلا، بنبدأ ننزل للمناطق اللي محتاجة أو اللي إحنا بنحاول فيها إن إحنا نعمل توازن وتساوي في مع فئات المجتمع، فبنبدأ ننزل قوافل طبية، نعمل الفحوصات، ننظم الحاجات دي كلها. كمان برضو بنبدأ نشارك أكتر مع أهالينا وناسنا في أي حاجة ممكن أو أي خدمات ممكن نقدمها ليهم بشكل عام بنعملها. إحنا ماسكين ملف طبي طبعا وقوافل طبية، والأيام اللي فاتت وزعنا شنط للأطفال قبل المدارس وكده المحتاجين، وكراتين سلع غذائية وقوافل طبية.